عسلامة، أنا دلال محرزي الكاتبة العامة لجمعية المدنية، اليوم متواجدة في البنك الوطني الفلاحي في الإدارة العامة. اليوم توجت لثالث مرة تجديد الاتفاقية الإطارية لبيناتنا لنقل عديد من التلاميذ في المناطق الريفية في كامل ولايات تونس. اليوم انتقلنا من 500 تلميذ ل 1500 تلميذ مع البنك الوطني الفلاحي. هذا البرنامج اللي بالحق كي نحكيه عليه برنامج يهمنا برشا ويهم البنك الفلاحي، انه يمنع برشا صغار من انهم هما يكملوا يقراوا، انه هو يعاونهم باش يكون عندهم مكانه في المجتمع، انهم يحلموا بتونس غدوه، انهم ما عندهمش المستحيل باش يوصلوا للمدارس نتاعهم في للمسافات الطويله اللي هي بسببها تم الانقطاع على الالاف التلامذه. اليوم هذايا الثقه الكبيره اللي تمتعت بها جمعيه المدنيه مع البنك الوطني الفلاحي في تجديد الاتفاقيه الثامن، هذا ثامن عام مع بعضنا، اللي خلاتنا ندخلوا في برشا مناطق بالحق، مناطق معزوله، مناطق تستحق انه احنا نتلفتوا لك الصغيرات للغادي باش نعطوهم حقهم في التعليم، باش نسهلوا لهم ثنيتهم للمدارس نتاعهم، وباش يكونوا متواجدين معانا نهار اخر في تونس الغد اللي باش يكونوا هما مثقفين وقارين وباش يعاونونا بالكدا. انا اليوم فرحانه برشا انه ثم مؤسسه بنكيه تامن بالعمل نتاع المجتمع المدني، فرحانه اني نجموا بالكفاءات الموجوده في تونس نفهموا البرنامج هذا ونعاونوا برشا صغيرات. احنا صغيرات اللي نحكيوا عليهم الجينيراسيون اللي بدينا معاها العام الجاي ان شاء الله باك، معناها هي كي باش تنجح في الباك باش تكون هي مثال للصغيرات الموجودين في المناطق هذوكم انها وصلت جراس للنقل، جراس اللي لقيت شكون يامن لها النقل هذا، شكون يعطيها اكل كارتا اللي تحملها كل يوم اللي هي تمثل الكرامه نتاعها انها تركب معزه مكرمه في النقل وتوصل ماهيش مبلوله، ماهيش موجوده في الطرقات صعيبه برشا، والا ثم وديان هي اللي تمنحها ولا ثم الحيوانات مفترسه تمنحها باش تمشي للمدرسه نتاعها، سواء نحكي على البنيه ولا الوليد سي كيف كيف. دونك انا اليوم من البنك الوطني الفلاحي نحب نقول راهو مش كان البيانا، لو تنجم المؤسسات البنكيه الكل تساهم في المشروع هذا. تكلفه التلميذ راهي ما تكلفش برشا، راهو 150 مليون ل 1000 تلميذ في تونس نجموا نمتعوه بالنقل، ينجم عام كامل كل يوم يمشي في ظروف طيبه ويروح في ظروف طيبه، ونتصور 150 مليون ماهيش تكلفه كبيره على عديد المؤسسات البنكيه. راو الاف التلامذة اليوم اللي يعانيو كلك سوا في الشمال الغربي في الوسط في الصحراء في الساحل في الجنوب، الكلهم يعانيو انهم يبطلوا قرايتهم، على خاطر متاكده اني انا ثم برشا حاجات اخرين تخليهم ما يكملوش قرايتهم، لكن من اهم ومن ابرز الحاجات هو انه ما ينجمش يوصل للمدرسه نتاعو في دي كونديسيون باهيل. دونك احنا الكل نعاونوهم، هذا نداء مني لجميع المؤسسات البنكيه والمؤسسات الخاصه والناس الكل اللي تنجم تعاون انهم يدخلوا معنا في المشروع هذا، انهم ينجموا يساهموا مساهمه رمزيه حتى باش يهزوا صغير في 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 كامل مناطق الجمهوريه، راهو ينقذ هذا ينقذ برشا صغار، راهو ينقذ تونس، انه نهار اخر ما عادش نحكوا راهو الكلفه نتاع الجهل ياسر كبيره، نحكوا على ناس مثقفه، ناس قاريه تنجم تساهم في تطور المجتمع نتاعنا، تساهم في تطور الدوله نتاعنا، في اقتصادنا، في كل شيء.